Put your fucking hands up. الرساله ديالي اللي كنوجهها هما ان زيدي فتشو كثر على المواهب اللي بصح كتستحق، ماشي بطريق انهم يعدلوا ستار لايت ولا شي برنامج بحال ستار لايت مثلا كيعدلوها في دوزيام ولا يعملوا كاستينغ وتسجل اونلاين ومن بعد تجي من دوز كاستينغ. لا، كاين اخر موهوب كاستينغ كاين في كازا ما عندوش شي فلوس في شي كازا، فيعملوا شي طريقه تكون احسن اللي يقدروا بصح يفتشوا الموهبه. وكاين مواهب بزاف كنآمن بهاد الحاجة هادي، ومن بين المواهب اللي كاينين في تطوان بزاف كاين واحد منهم هو أنا. فحبذا لو يفتشو بطريقة أحسن، وكنقول لهم بلي يزيد يوريونا الفن، ماشي دوزيام السهرات موازين اتصالات المغرب مهرجانات، يزيد يوريونا الفن بأن يفتحونا بزاف ديال الحاجات فين يمشيو بصح الدراري يتعلموا، حيت كاين بزاف ديال خصها تتعلم جيتار، خصها تتعلم بيت بوكس، خصها تتعلم آلة، وكاين بزاف ما يعطي حق ما كاينش فاين خصوصا مادية، كان ضل المادية بزاف. شكرا. لكم أعزائنا الكرام زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.